ابو نقه سامح بقصه ليلى والذئب؟ ايه يا خي سامعها. ايه عال رح سمعك اياها يا خي. قلتلك سامعها. لك ايه بس هيدي غير، هيدا واحد يا صاحبي من اللي بيحبوا السياده والحريه عما يحكيها. اسمع بقى يا معلم، امها لليلى قالت لها تاخدي الاكلات وبتوصليهم لستك. ليلى هي ورايحه على الطريق بيطلع للذئب، بيقول لها وين رايحه يا ليلى؟ بتقول له رايحه لعند ستي. هلا بتروحي من هيدا الطريق اقرب. صدقت ليلى وراحت من الطريق الطويل، وهو بقى راح من الطريق القصير وسبقها. قام حط ستة لليلى بالخزانة ونام محلها. شو هادك شو هادك؟ هاي سمع نفس القصة. لك روق لنكمل. قامت ليلى فاتت وطلعت بستها. شي قالت لها ليش عينيك كبار؟ قالت لها لشوفك فيهن. قالت لها وليش دينيك كبار؟ قالت لها لا اسمعت فيهن. قالت لها وليش تمك كبير؟ قالت لها لا اكلك. وهجم الذئب على ليلى يا صاحبي، وكل الحق على الحكومة وجماعة 8 آذار. كيف 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 كيف؟ نعم نعم نعم، شو خص الحكومة وجماعة 8 آذار؟ لو مسلمين داتا الاتصالات كانوا راقبوا اتصالات الذئب، وكل هيدا مع ليلى ما كان صار.